20 yıl boyunca haksızca işgalci İsrail zindanlarında tutulan Kudüslü Şadi, tahliye edildikten sonra ailesiyle birlikte geçirdiği ilk bayramda neler hissettiğini Ajans Filistin'e anlattı. Ana ruhtu takriben qabl 26 yıl. بعد 20 sene yani. O lisa mazalt hatta lan yani. Mümkün ana hay بقول اني روحت من السجن لكن شعار انه السجن ما روح مني حتى الان شعار يعني بصحى الصبح وبشعر انه لساتني انا بالسجن. بعد صلاة العيد الكل بوقف بالفورة على داي الفورة بصير حلقة دائرية بصير نسلم مع بعض كلياتنا بنعبط بعض كل عام وانت بخير وهيك. بعد هالإدارة بصير تضغط إنه ندخل على الغرف بنحاول إحنا نعيق هذه المسألة. منعتنا الإدارة كان سابقا مسموح إنه نحط الحلويات بالفورة منعتنا فصرنا نحط الحلويات بغرفة ونعطي صحون للشباب بالفورة. أنا بعتقد إنه يعني إحنا بنشتغل بالحلويات وبنشتغل بهذا المشهد هو نوع من التحدي يعني بمعنى في محاولات باستمرار انه انت ما تحتفلي بهذا العيد وبيضيقوا علينا. العيد هو 3 ساعات بالسجن يعني من صلاة الصبح اللي بشارك فيها الجميع حتى اللي بينتموا للطوائف غير اسلام مسلمة زي المسيحية او في عنا رفيق سامري بكون معنا خلال بتواجد معنا. والعيد بالأساس فرحة الوالدة اللي صبرت وعانت على مدار عقدين وكانت الوالدة تقلب لهم العيد دراما يعني ومأساة وبكاء وعياط. اليوم بطل في هناك بكاء في هناك فرحة فأنا فرحة الوالدة اللي بتشع من عيونها هي اللي بتعطيني الطاقة والأمل. أنا كان لدي طقوس قبل بالأعياد قبل الاعتقال. أنا كنت سابقاً أزور ضريح الشهداء يعني وكنت أنظفه الصبح 4-5 الصبح وأحط ورود والأهل بعد الصلاة بالعادة بروحوا على الأضرحة فبلاقوا القبر والضريح نظيف ومرتب. فأنا يعني من ضمن مخططاتي أني أرجع لحياة الطبيعية. يعني عائلتي أصبحت مش هاي العائلة النووية، في هناك عائلة ممتدة اللي هي الأسرى وأقربائهم وأصدقائهم يعني هيك الحالة. وهذا مش بس أنا بشعره، وهذا شعور عام لكل الأسرى. يعني أنا بعرف الأسرى أكثر من بعرف إخوتي وعشت معهم سنوات أكثر ما عشت مع أخوتي. أنا بتعرف على أخوتي الآن.